هذا المقطع حقيقه عندما اثير وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لاقى انتقادات واسعه من قبل البصريين وحتى من غير البصريين، لان السيد النائب يبدو انه حقيقه قام بعمليه لا تليق بمقامه على اعتباره ممثلا للشعب، والشعب انتخبه كي ياخذ حقوقه او يداعي بحقوقه في قبة البرلمان، لا أن يقوم بمشاهد تمثيلية يمكن لأي مواطن عادي أن يقوم بها. وبالفعل كان هنالك يعني بعض المسرحيات أو الأعمال التمثيلية كانت تؤدى من أجل الانتقاد والمطالبة بالحقوق، لكن جاء دائما ما تأتي من أناس يعني حقيقة لا ينتمون إلى الجهة التشريعية. هنالك بحسب بصري قانون، وهنالك يعني فسحة دستورية للمطالبة بالحقوق بالطريقة التي اعتاد عليها المشرعون تحت قبة البرلمان، لا أن يكونوا بهذه الطريقة التي حقيقة لاقت انتقادا واسعا من قبل المؤيدين وغير المؤيدين أيضا. نعم، طيب أثير، يعني ما هو حجم الانتقاد الذي وجهه البصريون إلى مصطفى سند بعد فعلته التي أقدم عليها؟ بالتأكيد هنالك انتقادات واسعة. نحن طلعنا على بعض المنشورات التي تم التعليق عليها على الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أغلبها حقيقة لاذعة جدا باتجاه السيد النائب، خصوصا وأن هنالك مطالبات من قبل البصريين بعدم المساس بميزانية البصرة، لكن بالطريقة التي معهودة والتي يعرفها البصريون وغير البصريين بأنها تكون بالطرق الشرعية وأيضا القانونية وفي قبة البرلمان كما يقول البصريين، لا أن تكون في الشارع وبهذه الطريقة السامجة كما أطلق عليها البعض. طيب أثير، يعني كيف ترى الشارع البصري خاصة الذين انتخبوا مصطفى سند؟ يعني ما هو شعور أو ما هو شعورهم بشكل عام بعد ما حدث؟ بالتأكيد طبعا من يمثلهم السيد سند هم الأكثر انتقادا، لانهم هم من اختاروا ليكون ممثلا عنهم في البرلمان العراقي. طيب. اما من غير الذين انتخبوه بالتاكيد هنالك طبعا ردود افعال متباينه، لكن بالعموم هنالك يعني حاله سلبيه قد تولدت عندما انتشر هذا المقطع. الكل يريد ان تكون هنالك يعني ميزانيه تكون يعني موازيه لاهميه البصره، لكن ان تؤخذ ب طريقة أخرى وليس بهذه الطريقة. لذلك كان هنالك انتقاد سواء من الذين انتخبوا السيد مصطفى سند أو من الذين لم ينتخبوا. طيب أثير، اسمح لي بسؤال أخير، يعني هل كانت هناك مطالب بصرية وجهت لمصطفى سند بالاعتذار عما قام به، خاصة أنهم انتقدوه بشدة كما ذكرت أنت قبل قليل؟ نعم، بعض التجمعات حقيقة والناشطين وأيضا حتى المواطنين يعني طالبوا السيد النائب بتقديم الاعتذار، وايضا التصرف بالطريقه التي تليق بعضو برلمان يمثل شريحه واسعه من المواطنين، لا ان يكون بهذه الطريقه. هذه جاء طبعا حتى يعني في المحافل والاجتماعات واللقاءات، وايضا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي.